بروشتة الحب. ازاي نحب وحياتنا العاطفية تبقى صح من البداية وما نرفعش سماعة التليفون، نكلم أسامة منير ونقول له عندي مشاكل عاطفية والدنيا ماشية زي الفل تمام. اللي هقوله النهاردة ده قعدت لأول مرة في حياتي أجهز حلقة وأقعد أكتب لها، لأن حسيت إن أنا عايز أقول لكم حاجات كتير جدا. خلاصة طلعت ب 43 نقطة، 43 نقطة دور روشتة. طبعا مش هنقدر نقول 43 نقطة كلهم على بعض، ولكن من كتر ما لقيت حاجات أنا كنت بتكلم عنها وأنا مش حاسس، حاسس إن الكلام ده لازم يتحط في كتاب. إن الكتاب ده يعني أنا لا أزعم إن هو هيكون يعني الموديل اللي الناس هتمشي عليه، ولكن في حاجات مهمة جدا للناس. تعالوا مبدئيا نتكلم عن أي علاقة حب ناجحة، نقول بتتكون من إيه. علاقة الحب الناجحة علاقة ثلاثية مش ثنائية، ثلاثية مثلث، على قمة المثلث ربنا سبحانه وتعالى. في قاعدة المثلث الطرف الأول والطرف الثاني زي ما بنسميهم، الرجل والمرأة. لو العلاقة معمول حسابها إن هي مثلث كده وربنا سبحانه وتعالى على قمة المثلث، أي فعل ببقى شايف إن ربنا شايفه، أي رد فعل بيبقى عارف اللي عمله إن ربنا شايفه، أي تصرف ببقى عارف إن أنا قبل ما ببعت التصرف ده لقاعدة المثلث الناحية التانية ببقى ببعت التصرف ده لفوق، أو المعلومة دي لفوق، أو الفعل ده لفوق، وبقول له أنت راضي عني في اللي أنا بعمله ولا مش راضي عني. لو حطينا المثلث ده أساسا في حياتنا في كل حاجة، في كل علاقة ثنائية تتحول إلى علاقة ثلاثية، كل حاجة في حياتنا هتبقى تمام. حتى لو أنت بتتعامل مع حد وعملت العلاقة دي ثلاثية وأنت منيتك أنك بتعامل ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حاجة وترد عليك برد غير مرضي، تأكد أن ربنا سبحانه وتعالى شايف وهو اللي بيكافئ وهو اللي بيجازي. طيب العلاقة زي ما قلنا طرفين، والطرف الأول اللي فوق الطرفين هو ربنا. طيب مبدئيا نمرة واحد، يجب أن يكون هناك تكافؤ اجتماعي ثقافي علمي مادي في العلاقة. يعني نكون متكافئين في الثقافة، ثقافتنا قريبة من بعض عشان نقدر نشعر ان احنا بنفكر بطريقة واحدة او احنا بنتكلم بلغة واحدة. يكون في تكافؤ اجتماعي، الطبقة الاجتماعية، احنا ما نقدرش ننكر اساسا ان احنا في مجتمع مصاب بمرض الوجاهة الاجتماعية، فما ينفعش ابقى انا من طبقة اجتماعية قليلة شوية، وده لا يعبني باي ذا واي يعني، وببقى مرتبط بواحدة من طبقة اجتماعية عالية جدا، هيبقى هنا في تفاوت وهنا هيبقى في أزمة وهيحصل مشاكل. فاحنا في الأول بنقول إزاي نتغاضى عن المشاكل، أو إزاي ما نخشش في مشاكل، إيه اللي نقدر نمنعه عشان ما نخشش في مشاكل. يعني النهاردة أنت لو عندك سكر الدكتور هيمنعك من شرب البيبسي وشرب الحاجات اللي فيها سكر وأكل الترط علشان ما تخشش في مشاكل. فاحنا من البداية في بداية العلاقة لما نبتدي نخش في علاقة لازم نبص على شوية حاجات مهمة. لازم يكون في تكافؤ في المستوى العلمي، ما بقاش انا بصمجي ما بعرفش اقرا واكتب او معايا اعدادية، بكل احترام وتقدير للي معهم ثانوية وابتدائية واعدادية وما بعرفش يقروا ويكتبوا برضو، ومرتبط بواحدة معها ماجستير ولا معها بكالوريوس طب ولا معها بكالوريوس هندسة ولا اقتصاد وعلوم سياسية، ما استحالة مش هنتكافئ تماما. مهم جدا كمان يكون في توافق مادي اقتصادي، يعني مستواي المادي قريب من مستواها المادي، مستواي الاقتصادي قريب من دخلي، قريب من دخلها، دخل عيلتي ومستوى عيلتي المادي قريب من عيلتها. اللي فوق بقى كل ده قبل ما نخش في اي علاقه لازم نهتم بيه ونأكد عليه، فروقات العقائد والاديان. ان انا ما اخشش في علاقه من البدايه وانا راجل مسلم مع واحدة مسيحية، او راجل مسيحي مع واحدة مسلمة، او العكس، واقول ايه معلش اصلا انا مش قادر انا بحبها. طب ما كان من بداية خالص مع بداية السبارك الشرارة الاولانية كنت قلت لا مش هينفع، مش هعذب نفسي في علاقة زي كده، مش هدخلها، ليه ادخل وارشق وفي الاخر ارجع اقول مش عارف اعمل ايه.